والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. لسه برضو لازلنا مكملين في الجمل اللي بنستخدمها علشان نصرح بيها على الفاريابلز. اتكلمنا عن فار واتكلمنا عن كونست، اليوم راح نتكلم عن جملة لت. جميل، من خصائص جملة لت الكيورد لت انها بلوك سكوب فاريابل، يعني مجال رؤيتها محدود شوية اكتر او اضيق مقارنة ب فار. يا جماعة ركز معايا في المثال اللي جاي وانت راح تفهمني. ماشي، انا عايز اقول ايه، خلونا نعرف مع بعض كده فانكشن. حلو، الفانكشن دي راح نسميها مثلا فاذر فانكشن. حلو كده، جميل خالص. راح نعرف جوه منها متغير واحد واحد بس بجملة var وهنسميه sum variable. هنديله قيمة افتراضية string وهنخليها مثلا I am first. حلو كده، جميل خالص، ما في شيء صعب لغاية دلوقتي. طيب جميل، خلونا بقى نكتب جملة إخراج جوه الفانكشن ده دي علشان تطلع لنا المتغير بالاسم ده. ماشي، document dot try it وهتطلع لنا اسم الفاريابل ده، control c. ممتاز، ما في شيء طبعا. ايه، ننزل تحت الفانكشن ونروح منادين عليه، ما في بارامتر. تمام كده زي الفل، انا عملت كنترول اس اللي هيظهر اي ام فيرست، عادي جدا وما في اي شيء والامور تمام يعني، وده المتوقع والاكسبكتد والعادي. جميل، خلينا بقى ندخل جوه الفانكشن دي وتحت جملة تعريف المتغير ده راح ندرج جملة شرط. هنعمل نستنج شوية. حلو، هنكتب اف هما بين برينثيسيس راح نكتب اسم المتغير ده ونفتح البريسز ونقفلها. الطريقة دي معناها ايه، او ربما تكون اول مرة تشوفها، ده معناها اف المتغير ده بيساوي ترو، يعني كده بالظبط اف الفاريبل ده بيساوي القيمة ترو كده، كأني انا عايز اقول كده. فانا لو عملت كده او لو انا شلت الكلام ده وكتبت اف اسم المتغير على طول، معناها اسم المتغير ده لما يكون ترو، فبدل ما نكتبها بالصيغه دي بنكتبها بطريقه مختصره اعتمادا على ايه؟ على ان القيمه الافتراضيه للمتغير لو كان من نوع بوليان فهو يكون ترو، زي ما بيقولوا كده الاصل في الاشياء الاباحه، لذا لا حرام الا فيما ورد فيه نص صريح صحيح بذلك. اصل مش معقوله ربنا يعني ايه يخلق حاجه وبعدين يحرمها علينا، الكلام مش منطقي. ولو انت جزت دايره الحلال بدايره الحرام هتلاقي ان دايره الحلال كبيره جدا جدا جدا، وتلاقي دايرة الحرام قليلة جدا جدا جدا. طب ربنا بيحرمها ليه؟ الحكمة. نرجع لموضوعنا تاني، جوه جملة الشرط، ها جوه جملة الشرط هنعمل ايه؟ راح نعرف نفس المتغير تاني. حلو، يعني var نفس المتغير تاني sum، ها نفس المتغير تاني مرة تانية بجملة var وراح نديله قيمة مختلفة. تمام كده، هنخليه I am second. جميل، حلو خالص. وبعدين جوه جملة F راح نكتب أمر طباعة لنفس المتغير ده، نعمل Ctrl C و Ctrl V، هنكتب أمر طباعة لنفس المتغير ده ونشوف النتيجة، نعمل Ctrl. طب أنا بس قبل ما أشوف النتيجة أنا عايزك أنت كده expected إيه بالظبط يعني، ها guess what. حلو، أعمل أنا Ctrl S، النتيجة بتكون I am second. I am second. ايه اللي حصل؟ يعني ايه؟ يعني القيمة اللي اتطبقت هي القيمة الثانية، القيمة بتاع الريديفايننج الثاني لجملة var
على الرغم من ان جملة اف يا جماعة ها اللي حصل فيها التعديل دي جملة مستد على الفانكشن الكبيرة واحنا معرفين الفاريابل ده قبل جملة اف. ايوه انت حسيت بالنقطة دي، هي ديت يا جماعة مشكلة فار الكبيرة. ازاي يعني؟ يعني ايه مشكلة فار الكبيرة؟ يعني كده اما يكون عندك بلوك كود كبير زي الفانكشن بتاعنا دي، حلو، ماله؟ جوه منها في بلوك كود صغير نستد جواها زي جملة اف، اما تحب تغير في قيمة متغير معين في البلوك كود الكبير، ها اعمل حسابك ان اسم المتغير ده مش راح تكون مديه لاي متغير من متغيرات اي بلوك كود صغير نستد جوه البلوك كود الكبير زي الفانكشن دي، والعكس صحيح الحالة اللي احنا عملناها دلوقتي. اما تحب تغير في قيمة متغير من متغيرات اي بلوك كود صغير، اهو ادي فاريبل سام فاريبل غيرت في قيمته خليته قيمة تاني، ها البلوك كود الصغير ده نستد جوه بلوك كود كبير، تاخد بالك ان البلوك كود الكبير ما يكونش فيه نفس ما يكونش فيه متغير بنفس الاسم بتاع المتغير اللي انت بتغيره واللي هو جوه البلوك كود الصغير اللي هي نستد جوه البلوك كود الكبير. ايه يا عم الروشة اللي انت عاملها دي؟ والا طبعا الا يعني ايه اخر قيمه للمتغيرات اللي اسمائها متشابهه وتم التصريح عنها بجمله فار راح يتم اسنادها للكل، بدليل اقوى ده الدليل اللي حصل لما انت جيت عرفت متغير نستد بفانكشن او بجمله اف اللي هي جوه الفانكشن الكبيره، اللي حصل بان قيمه القيمه اللي تم اسنادها مؤخرا اتطبقت على الكل. فلو عندي انا ما شاء الله من الفانكشنز اللي نستد جوه الفانكشن دي هتطبق عليها نفس القيمه، فده هيعمل لك مشكله. الحل فين بقى؟ الحل في جمله ليت. ايوه كده بقى ممكن ندخل في موضوع الحركه. نكتب بقى ليت فوق تمام ونكتب تحت ليت ونعمل كنترول اس اكسبكتد اي ام سكند اي ام فيرست. ايوه بقى ايه اللي حصل؟ اللي حصل كالتالي، الفانكشن جوه منها في ليت واخد قيمه متغير، خلاص يبقى الفانكشن ده اخد القيمه دي في السكوب ده تمام. انا مش عايز احرجها بس انا بمشي مع الكود. وبعدين لقيت جمله اف فيها نفس المتغير فبقول له والله let some variable ها ياخد قيمة I am second، وبعدين جملة كتابت some variable يبقى أول حاجة هتتكتب ها هيدخل جوه هيجرى الفانكشن يلاقي جملة تصريح بعدين يلاقي اف، أمر الكتاب الأولاني إيه؟ عبارة عن some variable واحد. الأمر ده موجود فين؟ موجود في جملة اف اللي هي جملة اف متعرف فيها some variable أه متعرف فيها على إن قيمته إيه؟ I am second. فيتكتب مين؟ يتكتب I am second في الأول، بعدين ينزل تحت يلاقي جمله دوكيومنت ترايت متعرف فيها سن فاريبل. سن فاريبل فين؟ جمله التعريف فيها ليت. اوبا ليت سن فاريبل ده واخد قيمه، اه واخد قيمه اسمها ايه؟ اي ام فيرست. يعني ليت عملت ايه؟ اه خد بالك من السطر اللي جاي، ليت تعتبر بلوك سكوب فاريبل، ده معناه ان نطاق رؤيتها بيكون داخل الفانكشن او الاوبجكت اللي هي نستد جواه، حلو كده؟ بيكون الفانكشن او الاوبجكت الصغيره اللي نستد جواه. يعني لما جيت عرفت ليت جمله، لما جيت عرفت جمله ليت هنا، ف الليت يا جماعه هتشتغل على على ايه؟ على الكل بقى. لما جيت عرفت ليت الصغيره السان فاريبل اللي موجود جوه جمله اف، فبالتالي السن فاريبل طالما انت استخدمت سن فاريبل داخل جمله اف، كل السن فاريبل اللي داخل جمله اف هياخد القيمه دي. طب انت استخدمت سن فاريبل بره القيمه دي، خلاص انت كده طلعت من السكوب ده وهتدخل جوه سكوب ثاني، فكل السن فاريبلز اللي موجود في السكوب بتاع الفانكشن الكبيره هياخد القيمه دي. حلو كده؟ اللهم يا رب اكون يعني اتوفقت اني نشرح المفهوم ده، وربنا ينصر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك لا اله الا انت، استغفرك وانا اتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى.